من قناة الجامعة نقدم لكم مشاهدينا خبر اليوم وإليكم التفاصيل. ورشة عمل عن التلفزيون والصحافة بجامعة جنوب الوادي. أقيمت اليوم السبت ورشة عمل عن الصحافة والتلفزيون برعاية الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي. حضر فيها المخرج والإعلامي عبد الفتاح فرج بكلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال. وأكد الدكتور محمود خضاري نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث على أهمية التدريب العملي في مجال الإعلام لأنه يساهم في ثقل خبرات الطلاب، وأشار أن الصحافة الورقية والإلكترونية والتحرير والتلفزيون تحتاج إلى تدريب من خلال الورش التي تنظمها الكلية للطلاب. وأكدت الدكتورة هالة نوفل عميد كلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال على الدعم الدائم من رئيس الجامعة لكافة الأنشطة الطلابية التي تخدم العملية التعليمية وتساهم في ثقل الطلاب علميا، مشيرا إلى أن الكلية حريصة على تخريج إعلامي متميز قادر على تحمل المسؤولية والريادة في مجال الإعلام. مشاهدينا، وصلنا معكم إلى نهاية خبر اليوم، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. دمتم في رعاية الله وأمنه.